بالنسبه لخطوط الحرق اللي بغيت نتكلم فيها هو المشكل. انا الخطوط الحرق اللي كنعرفوا حنا حمدا تبارك الله واعي فاهم عارف كاين ناس خويا وفنا ولكن ما عارفين كيشيلوا الله على الهضره عرفتي كيفاش كيديروا هاد الخطوط الحرق ديالهم. انا نهار وقفت انا في الوقت الاحتجاجي درت واحد البرنامج من اجل عقد الانتاج اللي دقيق على نقطتي والمرايات اللي كتمشي وكتجي عيطوا لي 120 فنان بالليله الغد جاو 7 ولا ما عرفت 8 ملي كنعيط لهم تقول لك اخويا راه عيطوا لنا في التليفون قال لك ما بقاش تخدم راه ما تاخذش في هذا راه ما ياخذ وفعلا منهم مثلا هذه زهيره قالت لي انا جيت ولكن اخويا راه حيد لي 3 حلقات من واحد البرنامج. شوف التهديد كيف هذا هو الارهاب الحقيقي راه هذا هو الارهابيين اللي كيجي يعيط لواحد يقول لي لا مشيتي وقفتي راه ندير لك ونفعل لك 120 واحد جات من 7 وفيهم 4 ولا 5 كان معايا والله محمد المفتاح كان ممثل وخويا يقول له مخرج محمد المفتاح كان يدير خيطو وواقف لان هو الوحيد اما خويا كاع اللي راح تهبوا ما جاتش واحد علاش لانهم خايفين هاد الناس رسموا خطوط خياليه ولكن خلعوا ليها الناس خلعوا ليها الناس اللي خايفين على رقم 20 ما كيلومهمش ما يكون فيهم كاين اللي مسكين فنان هادشي باش يعيش وزير دابا ملي كتهضر معاه تقول ودابا بعض الناس اللي كيوضعوا عليا وصحاب اللي كيوضعوا عليا السوء تيقول لهم ما كتخافش يحبسوك ها هاد المشكله ديالنا هي ما تخافش هي ما قدرناش هي ما جعناش هي كتشوف ما وقع في غزه الان شوف الناس عم يسرى ما يقع مثلا موقع في شارعنا في بلادنا مع البوليزاري كتلقى هذوك الناس مشغولين فيك لانه كلمه حق خصو يقولها الواحد كلمه حق ما يخافش يتكلم كيقول والحمد لله كاين قانون وكاين متابعات وكاين راه تشوحات نزلوا للسجن وزراء نزلوا للسجن كلشي كيتحكم هادشي اللي هضرنا عليه في